أهلا يا أصدقاء، أنا إم، اسمي إم، أنا وأخواتي ندخل على المنا. الاسمين. أهلا أهلا، أنا فندم الاسمين، لكن أخواتكم يا إم؟ أخواتي أنا. أنا أخت إم. لعلة. وأنا أي. ليتا. وأنا أختها الصغر. كأنا. وأنا كذلك. لكن. وأنا أخت إن اسمي مكن. ما لكن دي. نعم نعم، نحن أخواتا، عندما نحصل عليك يا تهيبابا الإسمية فإننا نغير فيك، ولذلك نسمى حروف الناسك. ونجعل المبتدا المرفوع لديك اسما منصوبا لنا. لا ليس هذا فقط، بل إننا نجعل خبرك خبرا مرفوعا لنا يا تهيبابا. ولكن هل أنت تتعايش فتانا وإخواتها؟ لا، نحن حروف ولسنا أفعال. وما يكفيك كل حرف منهم في معنى كلمة الإسمية؟ أنا وأنا وأنا، نحن نفيد التوكيد، مثل إن الشمس ساطعة. وأنا أتأنى، اسمي تأنى، أسلوب التشكيل، مثل وتأنى أصبت منها. وأنا ليتا، أفيد التمني، مثل ليتا على بغداد حلو. وهناك فرق بين التمني والتلقي، أن التلقي يكون أمر يسع حدوده، بينما التمني يكون أمر يسع أو يستحيل حدوده، مثل قول الشاعر ليت الشباب يعود يوم. أما أنا لعل أفيد التلقي، مثل لعل المحترم بريد. وأنا اسمي لكن أفيد الاستدراك، مثل الشمس ساطعة لكن السماء لكن هناك أمر غريب لفت انتباهي يا إني. ما الأمر الذي لفت انتباهك يا أيتها الجملة الإسمية؟ إن وعدت فيه التوكيد. نعم نعم، أحسنت يا أيتها الجملة الإسمية، فهذه ملحوظة جيدة، فإنها تأتي في أول الجملة الإسمية. أنت لا تأتي مطلقا في أول الجملة الإسمية، ولكنها تحتاج إلى كلام قبلها، مثل علمت أن الحق عارف. وكذلك أنا لكن لا أتي في أول الجملة مطلقا، بل أتي في وسط الجملتين. وفي النهاية أنا أشكركم يا فلوس الناسكة، وأنا سعيدة جدا جدا بدخولكم على الجملة الإسمية. وشكرا لكم يا أصدقائي على متابعتكم، ونرجو في النهاية أنكم قد ساعدنا في فهم قاعدة إن وأخواتكم. أخواتها بدون كسوف.